التقرير الاول المتعافين من المخدرات. الحقيقه انا ببقى حريص كل سنه ان اروح هذا الاحتفال. بتجيلي دعوه كريمه جدا، كانت السيده الفاضله دكتوره غدا ولي وزيره يعني التضامن، ثم بعدها السيده الفاضله دكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الحاليه الحقيقه. وببقى يعني سعيد ان انا بلبي هذه الدعوه، وبيبقى موجود قيادات قوات مسلحه، قيادات الشرطه، لان دول الحقيقه لهم دور كبير جدا في العلاج، وايضا كثير من نواب مجلس الشعب وكثير من الفنانين والزملاء الاعلاميين، يعني كل التحيه ليهم بجد. وبقول لحضراتكم بعلق على الملعب في الصاله الداخليه بمنتهى الفخر والسعاده، لان دول ولاد فعلا ادونا الدرس. المباراه النهائيه انا فاكرها كانت بين المعموره والاسماعيليه، كانت امبارح، وانتهت بفوز المعموره 1-0 واحتفظوا بكاس البطوله. نشوف التقرير، روح لفاصل، ثم كابتن ايمن صلاح طبعا جاي منتشي، الزمالك كسبان في الدوري وكسبان في السوبر وهو نجم الزمالك في الهاندبول. شاب بيتعافى من خطر الإدمان، 200 شاب كان بيمر بمرحلة برحلة موت وبيرجع تاني للحياة بكامل القوة والعزيمة. شفناهم في الملعب بيجروا في منتهى الإصرار وبمنتهى القوة والعافية والتعافي. بقول لهم ألف مبروك، بتشرفونا وفخورين جدا نبقى مع بعض، وفخورين أكتر إن أنتوا تبقوا مثال لشباب آخرين إن هم يشعروا إن الباب الأمل مفتوح. وبقول للشباب اللي متردد واللي ممكن يكون واقف على الباب وبيبص من بعيد او ممكن يكون بعيد وحاسس ان مفيش امل، بقول لهم لا، الامل موجود، بس مع الامل لازم يجي العمل والعزيمه، وتعالوا والابواب مفتوحه وعندنا مراكز كثيره للتعافي. عايز اقول لك ان احنا الشهر الجاي هنفتتح اول مستشفى تم انشائها وتاسيسها وتجهيزها من خلال سواعد المتعافين، ودي هيبقى مركز علاجي كبير جدا بمحافظه انا. ايضا بندعم المشروعات الصغيره للمتعافين من الادمان. النهارده كمان واحنا موجودين على مستوى الانشطه الرياضيه، الرياضه ليها دور مهم جدا الحقيقه، مش بس على مستوى الصحه الجسديه والصحه النفسيه، ولكن كمان على يعني القدره على التخلص على بعض المشكلات اللي قد تؤدي للمخدرات زي الخجل وعدم القدره على التواصل مع الاخر وما الى ذلك. النهارده الرياضه بقت لغه حوار مهمه جدا للشباب. الموسم الرابع من دوري بتميز ان احنا المره دي عندنا 160 متعافي من 13 محافظه متقسمين ل 20 فرقه. المنافسات كانت قويه جدا السنه دي ما بين المتعافين. يمكن احنا بنحاول من خلال الدوري ان احنا نوصل رسائل محدده. يمكن اول رساله بنقولها لكل المتعافين ان تعافيك في حد ذاته هو البطوله، ان انت قدرت تتغلب على مشكله المخدرات وتقف على رجليك مره تانية وتوصل ان انت تلعب رياضه وتنافس فيها، هو ده في حد ذاته البطوله. يوم جميل جدا توج بالانتصار دوت، وده مش انتصار بس في الكوره، لا ده انتصار في تعافينا الحمد لله رب العالمين. وبنشكر الصندوق ان هو واقف جنبينا وبيعمل لنا بطوله كل سنه، بيخلينا ان احنا نفضل مستمرين في التعافي عشان نيجي تاني نلعب في البطوله، لان اي حد هيقع مش هيبقى موجود. ومن ديت انا بدي رساله يعني للناس اللي لسه بتتعاطى، لا في تبطيل وفي الحمد لله في ناس بتبطل وفي طريق تبطل بيه. يوم جميل، حاسس بجو حلو، بشكر الصندوق على اليوم الجميل اللي هو داولنا ده بدون مقابل. شايف حب غير مشروط بين 180 متعافي النهارده، شايف حب غير مشروط من الاخصائيين ومشرفين الخط الساخن. شايف النهارده اللي انا بتعامل مع المجتمع اللي انا كنت في يوم من الايام حاسس ان انا منبوذ منه. بس فتره ان احنا بيعلمونا نمتنع عن السجاير، اكل صحي، بننام فتره معينه كويسه كافيه، بيعلمونا نتعامل بروح رياضيه مع الناس، وبيعلمونا حاجات كتيره بصراحه يعني، وبيخلونا نستعد نفسيا وبدنيا واجتماعيا ان احنا نبقى صوره عن التعافي. النهارده انا مدمن متعافي بقالي النهارده 4 سنين و8 شهور و11 يوم. الحمد لله دي اول تبطيله ليا، وبرضه من سنه صغير لسه 23 سنه يعني لحقت نفسي بسرعه، حطيت رجلي في الطريق الصح. بدات النهارده ان انا التعافي ده بالنسبه لي خطوه صح وخطوه ايجابيه، ان انا بقى انسان صالح للمجتمع، وانسان ان انا اهلي يتشرفوا بيا في وسط الناس وسط المجتمع. النهارده طبعا شيء جميل ان النهارده ينظمنا دورات البطوله بتاعت كره القدم، حاجه ايجابيه جدا
حاجه ساعدتنا جميعا، واهتمام الوزيره بينا شرف كبير لينا طبعا لكل متعافي.